وإلى الشأن الرياضي، حيث أعلن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة عن تعيين هاني رمزي في منصب المدرب المساعد بالجهاز المعاون لخافيير أجيري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني. يملك هاني رمزي مسيرة تدريبية جيدة من خلال قيادة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد لندن 2012 ومنتخب مصر المحليين، بخلاف قيادة عددا من فرق الدوري.